بعد الفاصل مع فقرة غير أي فقرة، كلها مليانة بصعوبات وتحديات كتير، لكن كالعادة الأمل هو بطل حكايتنا. معانا النجم السوداني عمر ديوي. أهلا بيك يا عمر، شرفتنا في مفتاح الأمل وسمعنا حاجة من إبداعاتك. يا هلا بيكم. تبصر عيناي المنكر، هذا فضل وبه أفخر. لن تبصر عيناي المنكر، هذا فضل وبه أفخر. عقلي بالعلم غدا شمس، قلبي لست معاقا كي أتأثر، لست ضعيف حتى أقهر. لست معاقا كي أتأثر، لست ضعيفا حتى أقهر. وسأعمل كي أرفع وطني عن نصرتي، لم سأكون الأمل إذا يئث لي دور في المجد مؤثر. سأكون الأمل إذا يئث لي دور في المجد مؤثر، لي دور في المجد مؤثر. الله، رائع ديو، رائع. انا عايز اعرف كمان منك ان انت يعني نجم مبادره موهبتك في السودان، وقول لي انت خلال المبادره سعدت في العديد من الاعمال وظهورك واكتشافك في السودان، كلمني بشكل اكتر. طيب، اولا المبادره، كنت ذات يوم من الايام اشاهد في التلفزيون فسمعت بها، وصديقي العزيز فكان يعني له الفضل في هذا، وإنه أنا تعرفت على مبادرة موهبتك من الفكرة في السودان. ومن الفترة دي كل النشاطات اللي هم كانوا عاملينها كنت بحضرها ومتابع تماما، واستفدت شديد من إنه أتاحت لي فرص كثيرة. جميل، جميل جدا. احنا سعداء بالحديث معاك جدا يا عمر، انت اضافة كبيرة جدا لينا وفي مفتاح الامل، وياريت كل شبابنا ياخدوك قدوة ليهم باذن الله. بجد شرفتنا في مفتاح الامل. قبل ما عايز اعرف كمان منك عمر، تسمعنا حاجة تاني كمان، يعني انا مش عايز اسألك كتير لكن عايز اسمع، فنسمع اكتر. طبعا كل الحياة من الحانو. انا حابب اوضح للساده المشاهدين، انت كمان بتغني وبتلحن وبتعزف كل شيء توزيعاتك، صح؟ ان شاء الله. فعلا، ما شاء الله. لست كلام، لست كلام على العالم كلام، لست حرفا، لست رقما في شهادات الكفالة. قال
قادر أتفوق وأنجح الإعاقة ولا تأسر في قلوب مليانة تقوى حب نبينا جواي مسيطر في قلوب مليانة تقوى الكمال لله وحده لا يعطي أكيد مقدر الكمال لله وحده لا يعطي أكيد مقدر قادر أتحدى الإعاقة بجمال إبداعي أصدر قادر حد الإعاقة بجمال إبداعي أطهر ما في ظل أصلاً سليم لا بشر في يوم حقر ما في زور أصلاً سليم لا بشر في يوم حقر ما في زور أصلاً معاد طالما قادر يعمر ما في زور أصلاً طالما قادر الله 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 بتاعت يا عمر انا بشكرك جدا انت نورتنا في مفتاح الامل وبقول لكل اللي بيسمعني ان ذوي الاحتياجات الخاصه هما الامل هما الحقيقي الامل بنشكرك بجد يا عمر ونورتنا فعلا في مفتاح الامل واتمنى شبابنا ياخدوك قدوه ومثل ليهم اعلى جدا بشكرك لمفتاح الامل في وجودك معانا وشرفتنا بصوتك الرائع الجميل وعزفك الاروع بجد بنشكرك جدا وهفضل دايما اقول لكم الياس شيء مش محتمل خليك عنيد عندك امل لو تكتئب ايه العمل والحل في مفتاح الامل بشكرك أكيد. شكرا لكم وان شاء الله نشوفكم مع بدايه موسم جديد وانطلاقه اقوى واقوى في مفتاح الامل